نستمع إلى التبويب الثاني. نعم. باب كيف يخبر العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والدفش العلم، والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. نعم. إذن إخواني في الله أتم الإسناد التالي. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. نعم. إذا انظروا إخواني في الله إلى هذا التبويب الجديد من تبويبات الإمام البخاري، فبعدما ذكر العلم وحثك على العلم ذكر لك كيف يقبض العلم. ما معنى يقبض؟ نعم، يرفع ويزول، أي كيف يزول العلم وكيف ينتهي. فذكر بداية وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم بداية هذا وكتب عمر. أين الإسناد لهذا الأثر؟ لا يوجد له هنا إسناد. فالبخاري قال كتب عمر رضي الله أو رحمه الله. فهذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ المعلق. فإذا هذا من المعلقات في صحيح الإمام البخاري، فما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر فهذا يسمى المعلق. فمن وصله؟ حقيقة وصله البخاري بالإسناد التالي أو في بعده، فقال حدثنا العلاء، لذا قلت للأخ اقرأ الإسناد الذي يليه. فإذا هذا الأثر عن عمر له إسناد عند البخاري وهو حدثنا العلاء، ولكن هذا الإسناد لهذا الأثر مقتصر إلى قوله ذهاب العلماء، أي ليس كاملا. فقال بعض أهل العلم، وهذا كلام الحافظ في تغليق التعليق، قال: وهذا مشعر بأن باقي الكلام مدرج من كلام البخاري. أي انظر، فبعد وذهاب العلماء ماذا أول كلمة فيه؟ أول كلمة بعد ذهاب العلماء ماذا فيه؟ ولا تقبل. من هنا إلى النهاية يقول الحافظ ابن حجر أن هذا من كلام البخاري، وهو ما يسمى بالمدرج. المدرج أن يدخل في المتن ما ليس منه، ويكون هذا الإدخال بسبب الشرح والبيان والتفسير، أو يكون وهم من أحد الرواة، فهذا يسمى المدرج. ولكن هذا الإخبار عن عمر ابن عبد العزيز، فماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ الإخبار عن عمر بن عبد العزيز ماذا يسمى؟ تفضل. لا ماذا يسمى؟ نعم، المقطوع. فالمقطوع غير المنقطع، فما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع، وما نسب إلى الصحابي فهذا يسمى الموقوف، وما نسب إلى التابعي فيسمى المقطوع، يسمى
المقطوع. فإذا إخواني في الله، هذا مقطوع ومع ذلك له إسناد. المقطوع غير المنقطع، المنقطع يكون في الإسناد فقط، أما النسبة إلى التابعي فهذا يسمى المقطوع، فإياك أن يلبس عليك. فهنا قال وكتب عمر بن عبد العزيز. وحقيقة روى أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان في الجزء الأول صفحة 312 أو 12 بعد 300 من طريق عبد الله بن دينار، قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوا، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. إذا نكمل الشرح بعد سماع الأذان ونتابع الدرس بعد العشاء، نتابع الدرس بعد العشاء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد إذن هذا الأثر وهذا المقطوع جزء منه عند البخاري، وهناك بالمعاني في عند أبي نعيم في ذكر أخبار أصبهان. قال كتب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في زمانه إلى أبي بكر ابن حزم، إلى أبي بكر ابن حزم. من يعرف من هذا أبو بكر ابن حزم؟ حقيقة له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي في الجزء الخامس صفحة 313. قال أبو بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري المدني أمير المدينة. إذن كان أميرا على المدينة، ثم قاضي المدينة، أحد الأئمة الأثبات، قيل
كان أعلم أهل زمانه بالقضاء. قال مالك: لم يكن على المدينة أمير أنصاري سواه، وقيل كان كثير العبادة والتهجد رحمه الله. قال مالك بن أنس أيضا: ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأتم حالا، ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي ولاية المدينة والقضاء والموسم. فإذا هو من العلماء الأسباب، وكان أميرا على المدينة، وكان قاضيا على المدينة، فهذا هو السبب الذي من أجله كتب إليه عمر بن عبد العزيز. فهو إذا أراد أن يكتب فيكتب إلى من له الولاية وله السلطة. قيل توفي سنة 20 و100، وقيل مات في سنة 17 و100. فإذا رحمه الله هو كان أميرا على المدينة، فوصله كتاب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الإمارة العامة. قال: انظر ما كان من حديث. ما معنى انظر ما كان من حديث؟ نعم، أي اجمع الذي تجد. وهذا هو الأسلوب في البدايات، الجمع، ثم بعد ذلك يكون التفتيش ودراسة الأسانيد. لذا بعض الناس يستغرب عندما يقرأ مثلا في تاريخ الطبري فيجد أحاديث كثيرة ضعيفة، لا يلام. لما؟ لأن عمله كان هو الجمع، ثم يأتي بعده فيدرس هذه الأسانيد. وهكذا العلم، فالعلم تراكمي كما يقال، أنت تبتدئ من حيث انتهى غيرك فتبني على ما بنى غيرك. وأيضا لا تستغرب إذا قرأت في كتب السنن وبعض المسانيد والمعاجم أحاديث ضعيفة، لأن همهم كان الجمع، ويأتي بعده التنقيح والفرز. لذا قال أهل العلم، قالوا: فتش ثم قمش، فتش ثم قمش. فإذا بداية يكون التفتيش، ثم بعد ذلك يكون التقميش، أي الفرز إلى صحيح وضعيف. لذا ألوف الأحاديث لغاية الآن تحتاج إلى حكم وفرز، لا تعتقد أن الأمر قد انتهى. فالعلم مستمر إلى يوم القيامة. قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. فهنا يستفاد منه هذا أول أمر عام في جمع الحديث، ولا يقال هذا أول بداية كتابة الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الصحابة على الكتابة، وكان يقول: قيدوا العلم بالكتابة. وعندما جاء عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: يا رسول الله، أكتب كل ما تقول؟ أكتب. إذا كان هناك كتابة، فقال: اكتب، فوالله لا يخرج من هذا، وأشار إلى فيه إلا الحق. فإذا كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة، وإنما نهوا في البدايات حتى لا يختلط بالقرآن. ثم جاء الأمر العام من عمر بن عبد العزيز بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن يلبس عليك فيقال أن الكتابة فقط في زمن عمر، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما الصواب
أن الكتاب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. فإذا أيضا عندما جاء أبو شاه وسأل عن أشياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له بالكتابة، فالكتابة موجودة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه وزمن التابعين. وإنما الذي حدث في زمن عمر بن عبد العزيز هو الأمر العام بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. إذن العلماء يذهب ويذهب علمهم بموتهم. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا أو وليفشوا العلم ولتجلسوا وليجلسوا. إذن أكثر من رواية حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، لا يهلك ولا يهلك حتى يكون سرا. إذن إذا رأيت درسا خاصا فهذا ليست علامة الخير، فالدروس الصحيحة هي التي تكون عامة لجميع الناس. أما أن تقول لا هذا درس خاص لا يكون ولا يحضره إلا النفر القليل من الناس ولا مطلع عليه أحد، لا، حتى لو كان الدرس قويا فاجعله في المسجد، ومن أحب أن يجلس فاجلس. إذن متى يهلك العلم؟ حتى يكون سرا. إذن علامة الجهل أن تكون هناك لقاءات خاصة في البيوت واجتماعات وما يسمى بالخلايا والأسر، فهذا ليست علامة السنة. فعلامة السنة أن تكون الدروس علانية أمام الناس، فمن أحب أن يجلس فليجلس، فإن كان الدرس صعبا قام الشخص وذهب، ولكن الدرس يبقى علانية. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.